في عندنا مثال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة زي مستشفى البساتين لجراحات اليوم الواحد إلى الآن ما صرفوش المستحقات وبيرفضوا وقالوا لهم هنصرف نص المستحقات والنص التاني مش هنصرفه. وتم الاتصال عدة مرات بالوزارة وأنا شخصيا اتصلت عدة مرات بمسؤول الوزارة من كلامنا من شهرين ووعدوا بحل المشكلة ولكن للأسف لغاية دلوقتي المشكلة ما اتحلتش ودي مسؤولية السيد وزير الصحة. الجزئية الثانية مستشفى زي مستشفى القاهرة الجديدة المراقب المالي اللي هناك اللي تابع بقى لوزارة المالية هي بقى ايه الفرعون بتاع المنطقة ورافضة تنفذ القانون. وبعتنا شكوى رسمية للسيد وزير المالية اللي هي تابعة ليه. وزير المالية ما حلش المشكلة وما أحلش هذه الموظفة للتحقيق وإلى الآن الأطباء ومستشفى القاهرة الجديدة ما صرفوش مستحقاتهم. دي مشكلة وزير المالية وخطأ وزير المالية. الجزء الثالث اتعمل إضراب 62 يوم علشان القانون ده نفسه كان مرفوض. والأطباء قبلوا على مضض شديد وبتنازل شديد جدا بعض التعديلات في القانون عشان يوقفوا الإضراب بناء على وعود الحكومة وبناء على قرار مجلس الوزراء. هو كان مجلس الوزراء بيضحك علينا؟ هو نفس رئيس الوزراء؟ هو نفس وزير المالية؟ هو نفس وزير الصحة؟ هو ايه الموضوع؟ يعني طلعوا قرار وبعد كده يقول لنا اضحكنا عليهم الكلام ده مش مقبول. احنا بنطلب من السيد رئيس الجمهورية رسميا التدخل فورا عشان يعمل حاجتين. يجيب وزير الصحة ووزير المالية قدامه اولا ويقول لهم ازاي قانون من قوانين الدولة ما بيتنفذش. ده شكله ايه بالنسبة لهيبة الدولة؟ رقم اثنين على مكتب السيد رئيس الجمهورية تعديلات القانون اللي مش هتكلف ميزانية الدولة أي جنيه زيادة لأن كل الأمور بتاعتها مقررة من الحكومة الماضية. فبنطلب من حضرته إن هو سرعة اعتماد هذه التعديلات. دي التعديلات دي اللي هتصلح قليلا من الأخطاء الشديدة الموجودة في القانون لأن مش معقول واحد الناس تتعمل لهم قانون عشان يحسن أمورهم المالية قليلا فأفاجأ بأن نص مرتبي بيروح. فالكلام ده مش معقول. شكرا لحضراتكم.